خير. فعاليات مهرجان دولي للفيلم مراكش مازال متواصلة وتغطيتنا مازال مكملة. اليوم كان عندنا حوار خاص مع المخرج التركي ناهير تونا اللي حدثنا على فيلمه المهجع واللي نال إعجاب الجمهور بعد بثه يوم أمس. نبقاو مع هذه الصور. The decision to have the film, majority of the film black and white, was a very early decision that because I wanted to use it, to me it's has this symbolic element in terms of creating this environment within the dormitory. من بعد الحوار الخاص اللي كان عندنا مع المخرج التركي ناهير تونا، تلاقينا مع المخرج المغربي عادل فضيلي اللي حدثنا على فيلم السينمائي الجديد أبي لم يموت اللي تعرض يوم الاثنين الماضي كمشاركة في فقرة بانوراما الأعمال المغربية. نبقاو مع هذا الحوار. الصعوبات اللي كانت هي صعوبات مادية. احنا بدينا التورناج في 2017 والمدة ديال التصوير هي 9 أسابيع اللي تغرقات في واحد المدة ديال سنة ونصف. يعني الفيلم تصور اون تخوا بلوك، فاش كنصور بلوك وما كتبقاوش الإمكانيات وباش نحقق داك الحلم اللي كان عندي والصورة اللي كانت عندي باش نديرها، يعني إلا كان محتاج ديال 200 فيغون خصني ندير 200 فيغون. وكان عندنا حوار خاص مع المخرجة والمنتجة والممثلة الإيرانية زار أمير اللي حدثتنا على نيلها جائزة كان كأفضل ممثلة، وكذلك حدثتنا على حاضر ومستقبل السينما الإيرانية. جيسبر اون بو دير سا. سي فري كو سي با فاسيل داتر اون فام ايرانيان داتر او سينما ابري فيفر سيت هيستوار كو دون جي فيكو. Avoir cette envie de continuer dans ce métier et faire ce que je fais. Mais il y avait, dès le début, il y avait une envie assez forte. En fait, je pense que je suis vivante parce que j'aimais le cinéma et je savais dès le premier jour que j'ai eu mes problèmes en Iran, je savais que je veux partir et je veux faire un film. تغطيتنا اليوم سالات، نتلاقاو غدا في نهار جديد وانشطه جداد من فعاليات مهرجان دولي للفيلم في مراكش. سلامه.